أيضا من ضمن رسالة الأخ أبو أسامة رسالة تدور في فلك الطواف، يقول إنه بعد طواف الوداع لم يصلي ركعتي المقام أو خلف المقام، وكان الوقت وقت إذ صلاة العصر، فبعد الطواف صلينا العصر ومشينا من مكة إلى المدينة المنورة. نعم، ركعتا الطواف ليست واجبتين، وإنما هما من سنن الطواف، فإذا تركهما فلا شيء عليه وطوافه صحيح. نعم.